الله الله على الأزهر. على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا أهل الأنوار، مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا، ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نبدأ بعد انقطاع طويل، مش بسبب الانقطاع، بسبب اختباراتكم. احنا كده نفاجئ ان احنا خدنا 4 أشهر كده، ها؟ 4 أشهر من قبل رمضان بايه، بثلاث شهور ولا شهرين؟ لا لا، شهر الا شويه. لا مش شهر الا شويه، احنا بنقول اخر شهر 5 30/5 جماد الاخره، يبقى خدنا ايه؟ رجب وشعبان ورمضان وشوال. ولا واحنا الاسبوع الماضي كنا حاضرين، بس الاسبوع الماضي كان تسميع من الشاطبي، يعني 4 أشهر. 4 أشهر انقطاع، لا ده فوضى دي. طيب فاكرين احنا وصلنا لغايه فين؟ خلينا اسالكم انت الناس ها اخر ايه، اخر باب، اخر باب تحدثنا فيه، ها؟ بل وهل، لام بل وهل. توقفنا عند باب اتفاقهم في ادغام اذ وقد وتاء التانيث وهل وبل. باب اتفاق مين؟ اتفاق القراء السبعة. طيب هذا الباب، يعني الأول قبل ما ندخل فيه، ايه الداعي له ما داموا قد اتفقوا عليه؟ لان احنا عندنا هو بيقول لك ولا خلف في الادغام اذ ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتلى، يعني ما حدش اختلف في ادغام ذل اذ في الذال اذا وقعت بعد، لانه يكون من قبيل الايه، من قبيل الايه، ذال ساكنه وبعدها ذال متحركه، من قبيل التماثل. طيب ذال ساكنه وبعدها ظاء، من قبيل التجانس. طيب دال ساكنه وبعدها التاء، من قبيل التجانس. دال ساكنه وبعدها الدال، من قبيل هنا التجانس والتماثل. طب يعني إذن المساله يعني لا خلاف فيها، والمنظومه اساسا جاءت لتذكر خلاف الايه، خلاف القراء. طيب الكلام ده تكلم فيه الامام ابو شامه، قال ابو شامه هذا البيت او هذا الباب باكمله اللي هو باب اتفاقهم ليس في التيسير، واحنا عارفين ان الايه الشاطبيه منظومه على ايه، الاصل فيها التيسير، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره. قال هذا ليس في التيسير، وهو من عجيب التبويب في مثل هذا الباب، فإنه لم ينظم القصيدة إلا لبيان مواضع خلاف القراء لا لما أجمعوا عليه، فإن ما أجمعوا عليه أكثر مما اختلفوا فيه، فذكر ما أجمعوا عليه يطول، هتبقى مسألة إيه؟ مسألة طويلة، فذكر ما أجمعوا عليه يطول، ولكن قد يعرض في بعض المواضع ما يختلفوا فيه وما يختلفون فيه وما يجمعون عليه، ما يختلفون فيه وما يجمعون عليه، والكل من باب واحد، فينص على المجمع عليه مبالغة في البيان،
مبالغة، واضح الكلام؟ فينص على ما أجمعوا عليه مبالغة في البيان. ولأن من هذا الباب ما أجمعوا على إظهاره في الأنواع كلها نحو إذ قالوا، حد أجمعوا على الإظهار، حد أدغم ذا الإذ في القاف، خلاص قد نرى، حد أدغم ذا القد في النون، انتبه هو بيجيب الكلمات، كلمات كلام لأبي شامة، وقالت لأخته، يبقى تاء التأنيث مع اللام، هذا مجمع على إيه؟ على إظهاره. هل ينصرونكم، هنا الكلام على إيه؟ لام هل مع الإيه؟ مع الياء، مجمع على إظهاره. بل قالوا، بل هو شاعر، بل أدرك، اللي هي بل الدارك، بل أدرك، هو جبها على قراءة ابن كثير ومن وافقه. تبين هنا يقول ولأن من هذا الباب ما أجمعوا على إظهاره في الأنواع كلها نحو، في الأنواع كلها اللي هي إيه؟ ذا الإذ وذا القد وتاء التأنيث ولامي هل وبل، خلاص نحو كذا وكذا إلا أنا ذكرت الآن، وما أجمعوا على إدغامه وما اختلفوا فيه، خلاص. فلما ذكر المختلف فيه بقي المجمع عليه، هو ذكر فيما سبق المختلف فيه اللي هو فيه إيه؟ باب ذا الإذ وباب ذا القد وباب تاء التأنيث وباب إيه؟ هل وبل، فبقي المجمع عليه، وهو منقسم إلى مدغم ومظهر، مدغم ومظهر. فنظم المدغم لقلته، هو عايز يبرر الباب ده اتحط ليه الإمام أبو شامة، وهو تقريبا الوحيد الذي تعرض إلى هذه المسألة، أما باقي الشراح فشرحوها على ما هي. هو بيقول إيه ده الباب ده، يعني بقي المجمع عليه. طب المجمع عليه ينقسم إلى قسمين، مدغم ومظهر. قال لك ده المظهر أكتر والمدغم، فهو نبه على الإيه، فنظم المدغم لقلته فبقي ما عداه مظهرا، خلاص واضح. يبقى إذا سئل إنسان لماذا وضع الإمام هذا الباب مع الاتفاق عليه، ده هو من المفترض إن القصيدة دي كلها جاية في الإيه؟ في اختلاف فيما اختلف فيه القراء. يقول الإمام رحمة الله عليه: ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتلا. فاكرين احنا كنا ده احنا عايشين من أول إيه؟ نعم إذ تمشى، قصص غزل مع نعم وشفة، شفة سبقت هناك، يعني كلها أشياء ظاهرها غزل، إنما إحنا معانا إيه؟ المعنى اللي إحنا عايزينه. إيه المعنى اللي إحنا عايزينه في هذا البيت؟ ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتلا. خلينا في اللي إحنا عايزينه، هو ذكر هنا ذا الإذ وذا القد، ذكر في هذا البيت في الشطرة الأولى جاءت إيه؟ ذا الإذ، وفي الشطرة الثانية جاءت إيه؟ دال قد. ذل إذ ذكر بعدها الذال وذكر بعدها الظاء، قال لا اختلاف بين القراء في إدغام ذل إذ في الذال وذل إذ في الظاء. ففي الذال قلنا تكون من قبيل الإيه؟ من قبيل نعم، زي إيه؟ إذ ذهب، إذ ذهب مغاضبا، إذ ظلمتم، أدي ذا الإذ، يبقى مع الإيه من في الأول من قبيل الإيه التجانس التماثل، وفي الثاني من قبيل الإيه التماثل. طب إحنا عندنا ذا الإذ، الذال بتاع إذ متجانس مع إيه؟ مع الإيه ما هم مع الظاء والثاء، ما هم دول إذ أذ أث أظ. طيب هنا ذكر مثال
لذل إذ مع الذل اللي هو الذل وذل إذ مع الظاء. طب لم يأتي بمثال للإيه للثاء؟ لم يوجد في كلام الله، لم تقع الثاء في كتاب الله الكريم بعد الإيه؟ بعد الذل، بعد ذل إذ. خلاص؟ طيب قال وقد تيمت، أدي قد وبعد كده إيه؟ افتكروا كده هناك بيقول إيه؟ سأذكر ألفاظاً تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى. هيذكر اللفظ وبعده الحرف الذي إيه؟ يضغم أو يظهر، وبعد كده يذكر الإيه؟ القارئ. إنما إحنا هنا في باب الإيه؟ الاتفاق. وقد تيمت دعد وسيماً تبتلى، جاءت الواو بعد دعد. خلاص؟ يبقى ما عنديش غير إيه؟ ده القد مع الإيه؟ مع التاء. ماشي؟ وده القد مع الإيه؟ مع الدال. مع التاء هتبقى من قبيل الإيه؟ قد تبين، يبقى أصبحت من قبيل الإيه؟ التجانس. قد تبين، قد تبين، مش هنقول قد تبين، قد تبين. طيب التماثل، قد دخلوا يبقى جاء. طيب فاضل إيه من الحروف الثلاثة التجانس؟ الطاء. أد أت أط اللي هي الحروف الإيه؟ المتجانسة. أد أت أط اللي بيسموها أحرف إيه دي؟ نطعية. وافتكروا أنا قلت لكم نطعية وليست نطعية، لأن نطعية يبقى من إيه؟ نطع. إنما ده نطعية اللي هو إيه؟ الجزء اللي هو نطع الإيه؟ نطع الفم. طيب إيه اللي باقي لم يذكر له مثال؟ الطاء. لم يرد في كلام الله الدال بعد الطاء بعد دال إيه؟ بعد دال قد. وقد تيمت دعد وسيما تبتلى. هذا باختصار شديد الإيه؟ يعني بقول لك يضغم ذال إذ فيما يماثله وما يجانسه، وتضغم دال قد في ما يماثلها وفيما يجانسها. طيب الاثنين خارج منهم حرفين، في الأول الثاء غير موجودة وفي الثاني الطاء غير موجودة. هذا إيه؟ هذا بالنسبة للمعنى الخاص بعلم القراءات باللي احنا بندرسه. أما في سياق المعنى السابق والكلام السابق، قال السمين الحلبي رحمة الله عليه ومراده بما يرجع إلى السياق الذي يقتضيه ظاهر اللفظ أنه، خذوا بالكم من الكلام، ولا خلف في الإدغام إذ ذل. فاكرين الإدغام قبل كده؟ أولا معناه العام إيه في اللغة كده؟ الخال. وبعدين خدناه فيما سبق الستر والكتمان، الستر والإيه؟ والكتمان. قال ولا خلف في الإدغام، يقول الشيخ ومراده بما يرجع إلى السياق الذي يقتضيه ظاهر اللفظ أنه لا اختلاف في إخفاء المحبة وسترها، أي في حسن ذلك وجودته، لما في إفشائها من المحذور، من الإيه؟ من المحذور. وإليه أشار بقوله إذ ذل ظالم، إذ ذل ظالم، يعني إذ ذل ظالم في إفشائه إياها، سواء كان هذا الشخص هو المحب نفسه أو أحد آخر أفشى إيه؟ أفشى سره. ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم. وقد تيمت دعد وسيمة، دي إحنا هناك كانت معنا إيه؟ زينب، كانت معنا ماشية في القصة كلها زينب اللي هي إيه؟ نعم إذ تمشت زينب، الآن تحولت إلى دعد. قال وقد تيمت، يقول لك إيه فلان متيم، تيمت أي تيمه الحب وعبده وذلله، ومنه كما قال السمين الحلبي تيم الله، تيم الله يعني عابد الله. خلاص؟ فهنا بيقول إيه؟ أي عبدت وذللت، يقال تيمه
تيمه الحب أي عبده وذلله، ومنه تيم الله قاله السمين الحلبي. طيب وسيما تبتلى، التبتل اللي هو الايه؟ الانقطاع. خلاص، يعني دعت تيم بها شخص كان وسيما مشرق الوجه وانقطع لحبها. قال في هذا المعنى ايضا السمين الحلبي: وقد تيمت يعني انها اذهبت حسنه لما نال من الضر الذي نشأ له من محبتها، واشار بتبتله الى انقطاعه اليها عما سواها. يبقى هنا عندنا المعنى الخاص بالقراءات، يبقى جاء مع ذال إذ الذال والظاء، وجاء مع ذال قد التاء والدال. طيب الإدغام هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الستر والكتمان، يعني من الأفضل مثل هذه الأمور لا تفشى. خلاص، سترها أفضل من إفشائها. ثم قال رحمة الله عليه: وقامت تريه دمية طيب وصفها. ولذلك أنا أقول إن الشيخ عليه رحمة الله كان عند نظم هذه الأبيات، طبعا الكل يعني يعلم تمام العلم أن الإمام الشاطبي ما ذكر إلا بولي الله، يقال ولي الله الشاطبي لأنه كان أعجوبة في عصره. ليست المسألة واقفة على القراءات بس، ده هو في علم القراءات نظم لنا هذه القصيدة التي أصبحت في الأرض بأسرها، إني لا يعرف غيرها في علم القراءات، يمكن بعد منها الطيبة ولا كذا ولا كذا، ولكن له في رسم القرآن، وله في علم الفواصل، وله وكان عالم في الفقه، وكان في اللغة، وكان متبحر رحمة الله عليه. نسأل الله أن يجمعنا به في مستقر رحمته. قال رحمة الله عليه: وقامت تريه دمية طيب وصفها، وقل بلوى هل راها لبيب ويعقلا. طيب بلاش لظاهر النص، خلينا المعنى اللي احنا عايزينه. وقامت تريه دمية طيب وصفها، هنا بيتكلم على ايه؟ تاء، الله يفتح عليه، تاء التأنيث في الشطرة الأولى. طيب تاء التأنيث احنا بنقول سأذكر ألفاظا تليها، وقامت هذه الكلمة تريه دمية طيبة، يبقى هذه الأحرف الايه؟ الأحرف الثلاثة الايه؟ برضو متجانسة، مش كده ولا ايه؟ المتجانسة التاء مع التاء، والتاء مع الدال، التاء مع التاء في ايه؟ تريه. طيب والتاء مع الدال في ايه؟ دمية، والتاء مع الطاء في طيبة. التاء مع التاء زي ايه؟ ربحت تجارته، ربحت تجارته، يبقى دي إدغام ويعتبر من قبيل الايه؟ من قبيل التماثل. طيب أجيبت دعوتكما، من قبيل الايه؟ التجانس، التاء مع الايه؟ مع التاء. فآمن الطائفة مع الايه؟ مع الطاء، يعني جاءت مع التاء الأحرف المتجانسة بأكملها، جاء التماثل، جاء الايه؟ التجانس. وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا، وقل بل وهل، بقى عندي كم لام؟ ثلاث لمات، لم قل ولم بل ولم ايه؟ هل. ثم قال، ادي ذكر الكلمة تليها حروفها، الحروف ايه؟ راها لبيب ويعقلا، معانا الراء والايه؟ والراء واللام. طيب احنا عندنا اللام في معاها متجانس، اللام مع اللام التماثل،
التماثل خلاص، انما انا بقول مع في التجانس. لا مع الالف، ما هو عارف لما ترجع ارجع للمساله دي على مذهب واحد بس اللي هو مذهب الفراغ. الله يفتح عليك يا بنت. لو رجعنا نرجع الى المخارج، عندنا احنا كام راي في المخارج؟ راي ايه؟ سيبوي والفراء ومين تاني؟ والخليل بن احمد الايه الفراهيدي. في البعض قال المخارج كام؟ 14 وايه 14 و16 و17 مش كده ولا ايه؟ 14 و16 و17 في حد قال 15؟ لا محدش قال 15. طيب اللي قال 17 فرد المساله. طيب اللي قال 16 خلينا في ابو 16 عمل ايه؟ اسقط الجوف. طيب اللي قال ما هو اسقط الجوف، يبقى اللي قال طيب 14 اسقط جعله مخرج واحد، جعله مخرجا واحدا خلاص. طيب يبقى هنا اللام والراء والايه والنون، اللام والراء والنون. طيب احنا على اللي انتوا درستوه على مذهب ايه؟ لا مش ابن الجزر، هو كان على راي مين؟ كان على راي مين؟ مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. مين اللي كان عمل 17؟ لا مين اللي عمل 17؟ مين اللي رايه في من الائمه المتقدمين؟ ده دول كلهم خلي بالك، سواء ابن الجزري ولا الامام الشاطبي. ده خلي بالكوا، ده الامام الشاطبي حينما بدا يتكلم عن المخارج والصفات قال ايه؟ وهاك موازين الحروف وما حكى جهابذة النقاد فيها محصلة، ولا ريبة في عينهن ولا ربا، وعند صليل الزيف يصدق الابتلى، ولا بد في تعيينهن من الأولى، عنوا بالمعاني عاملين وقولا. وبدأ بعد كده لما دخل يحط رأي الجرمي والقطرب والعلماء المتقدمين من أئمة اللغة. لأن افتكروا أنا قلت لكم الكلام في مخارج الحروف وفي صفات الحروف هل هو باب من أبواب التجويد؟ لا لا، ده هو ده مسألة داخلة في اللغة زي قضية همزة الوصل ومثل هذه الأشياء، خدين بالكم. فلما يجي يتكلم علماء القراءات قالوا لا، المسألة دي ترجع إلى إيه؟ ترجع إلى مرجعها إلى أئمة اللغة. طيب إحنا برضو الكلام اللي اتكلمنا ده الفايدة منه إيه؟ ان معانا الايه اللام مع اللام، خلاص مساله ما مع دي ايه تجانس. اللام مع الراء تقارب، وهي اقرب ما يكون. لو قلنا من باب التقارب فهي قريبه جدا. ال ار دي طرف اللسان مع الظهر ادخل، ودي طرف اللسان مع الايه مع الانحراف الى الايه الى الـ كما قلنا سابقا الثنيه والرباعيه وهذه الايه وهذه الاشياء. فهو الان بيتكلم على لام قل ولام بل ولام هل مع ايه؟ مع ايه الحروف اللي هتضغم فيها؟ الراء واللام. راها لبيب ويعقل جاءت الواو، خلاص. طيب احنا عايزين لم قل ولم بل ولم هل مع الراء، خلاص. قل ربي، خلاص. قل لمن، قل لمن في لمن ما في الارض. بل رفعه، ادي الايه لم بل مع الايه مع الراء مع الراء. احنا عندنا قل ربي لم قل مع الراء، قل لمن لم قل مع الايه مع اللام، يعني مثال ومثال. طيب بل رفعه الله مع الراء. طيب بل لا تكرمون، ادي مع الايه لام بل مع الراء ومع الايه مع اللام. هل لك فين هل لك؟ انا كتبتها كده. طيب يلا كويس. فين دي؟ النازعات. في النازعات. طيب هل لك؟ قل هل لك. طيب هل لك؟ طيب فاضل هل مع الايه؟ مع الراء. مع
ما فيش في القرآن هل مع الراء، لم تقع الراء بعد إيه؟ لام هل، يعني وقعت الراء واللام بعد لامي قل وبل، ولم تقع الراء بعد لام إيه؟ بعد لام هل. هذا الكلام اللي هو يقصده الشيخ، يقول وقامت تريه، هذا المتفق، ما هو يقول لك ولا خلف في الإدغام، ما فيش اختلاف بين القراء على إدغام هذه الكلمات، التاء مع التاء، التاء الساكنة مع التاء. خلي بالك واصل، ده بيقول لك إيه؟ إن هو ده يعني صعب النطق الحرف الساكن مع الحرف المتحرك. واحد كده يقول لي قامت تريه، هيبقى صعب ولا لا؟ الإظهار صعب النطق به مظهرا، إنما مع المتحرك يعني، ولذلك ما جاز فيها خلاف، لم يأتي خلاف في إدغام الحرف الساكن فيما يماثله من المتحرك. أما جاء الخلاف في الإيه؟ المتحرك مع المتحرك، اللي هو سموه الإدغام الإيه؟ الإدغام الكبير. خلاص، يبقى برضو إيه؟ لا خلف لا اختلاف في إدغام تاء التأنيث مع التاء، تاء التأنيث اللي هي ساكنة مع التاء ومع الدال، وما يعني مع ما يماثلها وما يجانسها، ولا اختلاف في إدغام لام قل ولام بل ولام هل مع ما يماثلها ومع ما يجانسها. خلاص، يماثلها اللام، يجانسها الراء، خلاص على القول الذي قيل به هذا، ولكن لم يقع بعد إيه؟ بعد هل حرف الراء في كتاب الله المجيد. هذا هو المعنى الذي نقصده، اللي احنا عايزينه. معي يا أحبة؟ طيب، ايه الكلام الآخر؟ وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل راها لبيب ويعقل. الأول دمية، دمية كلمة دمية عادة بتطلق على ايه؟ على ايه يا دكتور؟ اللعبة. ها؟ اللعبة، الحاجة الايه؟ التحفة الفنية الجميلة. بس هنا خد بالك بقى، في كلام لأسيادنا العلماء. دمية، قال السمين، العرب تشبه المرأة بها لأنهم يقولون بعقولهم إن المصور للصورة يصورها على ما يشاء، هو بيتخيل حسن الإيه؟ المرأة وجمالها، فهي عندهم أحسن شيء. أدي معنى إيه؟ معنى دمية. ثم قال رحمة الله عليه، أخبر أن هذه الدمية، يبقى الدمية إحنا في عرفنا الدكتور قال الإيه؟ اللعب اللي الأولاد بيلعبوا به، والأستاذ قال الإيه؟ الشيء الثمين، الشيخ الكويس، الشيء الكويس، الحاجة الحلوة اللي إحنا عايزين نحافظ عليها. عند العرب هم بيشبهوا الإيه؟ ليه الناس هم بيشبهوا إيه؟ لأن كل واحد عندهم متغطيه الأصل في الإيه؟ غطاء المرأة، فلا تعرف، هو يصور إيه؟ يعني يصورون بعقولهم كما يقول. طيب، يقول رحمة الله عليه، مين اللي أنا بتكلم له؟ السمين. السمين الحلبي، أخبر أن هذه الدمية قامت تري عاشقها حسن صفاتها ثم أمر بأن يقال. فاكرين بل دي قلنا بتفيد في إيه؟ بل ده حرف إيه؟ إضراب. إضراب، وقالوا إيه؟ إضراب وإبطال، ده إحنا لو خدنا في ألا بل إضراب إبطال وإضراب انتقال، ما إحنا خدناها في الأول، قال لك إضراب إبطال ما قام زيد بل عمرو، يبقى ده إبطال. طب الانتقال اللي هو اللي يعتبر زي معانا ده، اللي زي إيه؟ نبه بشيء، واخد بالك، يعني ودخل على حاجة تانية، فهو بيقول إيه؟ وقل بل، يبقى أضرب على ما سبق، وهل راها لبيب ويعقل؟
انتم متفقين معي؟ فهنا يقول ايه؟ ثم امر بان يقال بل، اي بان يضرب عن حديث سواها، والاستفهام عما قاله بمعنى الايه؟ بمعنى النفي. والمعنى انه لم يراها عاقل كامل العقل الا وتسلب عقله، اللي هو ايه؟ وايه؟ وقامت تريه دمية طيب وصفها، وقل بل وهل راها لبيب ويعقل، لبيب واحد صاحب عقل، ده الطير عقله من ايه؟ من جمالها. طب راها هنا اصل الكلام ايه؟ رآها. ايه اللي حصل عشان استقامة الايه؟ استقامة الوزن. قال الشيخ قدمت اللام على العين ثم حذفت الهمزة ضرورة. اصل هي رأى دي، خد بالك اصلها ايه؟ فعل، مش كده ولا ايه؟ يبقى الالف واقعة موقع الايه؟ اللام. طب والعين واقعة موقع الايه؟ بيقول لك والله في وجه من الاوجه ان تكون قدمت الايه؟ اللام الفعل على العين، يعني قدمت الالف على الايه؟ على الهمزة، خلاص؟ ثم ايه؟ حذفت الهمزة، يبقى راها، ده قول. قال والقول الاخر ثم حذفت، او ابدلت وحذفت، أبدلت الهمزة ألف وحذفت عشان بقوا إيه؟ بقوا ألفين، خلاص؟ يبقى إيه؟ أصل رآها، لو إحنا قرأنا البيت على إيه؟ وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل رآها لبيب ويعقل، هيبقى اتكسر معانا الإيه؟ اتكسر البيت. طيب البيت عشان يستقيم حذفت الإيه؟ حذفت الهمزة، وقل بل وهل راها لبيب ويعقل. ثم قال رحمة الله عليه: وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا. خلاص الكلام ده انتوا درستوه في سنة أولى تجويد هناك في المعاهد الأزهرية في سنة 6 ولا سنة 5 تقريبا، مش كده ولا ايه؟ اللي هو باب الايه؟ باب المتمثل في التحفة، في تحفة الأطفال، لأن تحفة الأطفال اشتملت على ايه؟ تقدر تعد لي الابواب اللي فيها انت بسرعه كده؟ قولهم، قول. المقدمه وباب النون الساكنه والتنوين خلينا اقولهم انا، طيب عشان ما تتعبنيش. النون الساكنه والتنوين، النون والميم المشددتين، الميم الساكنه، لا اللامات المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، المدود، المدود بجميع الايه؟ بجميع أقسامها. جات الجزرية زودت لك أشياء أخرى ربما الغالب فيها ما هوش من أبواب التجويد، ما هوش من أبواب التجويد. يعني لو قلنا صفات الحروف مش من أبواب التجويد، خلاص؟ لو قلنا مخارج الحروف برضو مش من أبواب الإيه؟ مش من أبواب التجويد. همزة الوصل، يعني أشياء أخرى إيه؟ اللهم إلا باب المقطوع والموصول وباب الإيه؟ التآه، حاجات عشان يعود عين القارئ على رسم القرآن الكريم، لأن هي دي فوائد في الرسم، هذه فوائد في الرسم. ربما أنا كنت الأسبوع الماضي يعني بادئ في شرح باب المقطوع والموصول، واعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا. هذه الأشياء بتعود عينك أنت عشان تعرف إيه؟ الكلمة التي رسمت موصولة والكلمة التي رسمت مفصولة، عشان لما ربنا يكرمك بعد كده وتكتب المصحف بإيدك تبقى عارف كيف إيه؟ يكتب القرآن الكريم. وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا. قاعدة عامة: يدرككم، يدرككم، هذه أول إيه؟ كاف بعد كاف، يدرككم فلا يسرف في القتل، هذه معنى إيه؟ الفاء، يعني أي ساكن. وما أول المثلين فيه مسكن
أي إذا وقع متماثلان وكان الأول منهما ساكن فلا بد من إدغام الإيه؟ فلا بد من إدغامه. الضمير هيعود على مين؟ على الساكن الإيه؟ الساكن الأول. متمثلة قال أبو شامة رحمة الله عليه: قوله متمثلة يريد متشخصا لا هوائيا، يعني مسألة أنت مأمور بها، مش إيه؟ مش المسألة ترجع إلى إيه؟ إلى هواك أنت. واحترز بهذا عن الياء والواو إذا كانتا حرف إيه؟ حرف مد. حروف المد دي لا تدغم، خلاص؟ يبقى إيه؟ فلا بد من إدغامه متمثلة. وبهذا ينتهي باب الإيه؟ الحروف اللي هي باب الإظهار والإدغام، برضو هي حروف تعتبر قربت مخارجها، هي دي اللي فاتت دي برضو تعتبر إيه؟ أصي جاي لي دلوقتي بيقول لي باب حروف قربت مخارجها. طب ما اللي فاتت برضو إيه؟ قربت مخارجها. ذا الإذ مع الحروف التي بعدها، ذا القد مع الحروف التي بعدها، تاء التأنيث. يبقى إيه؟ بهذا انتهى الكلام عن الأبواب اللي هي باب ذا الإذ وباب ذا القد وباب تاء التأنيث ولا مي هل وبل وباب اتفاقهم في هذه الحروف. بدأ رحمة الله عليه في باب على الأزهر. الله أكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله حين على مسلمين يبعد سلام في كلمتين يا هلا الله لي نسمة الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أزهر العلماء تفرقوا المتاجر.